السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء الصف الخامس الإعدادي. اليوم راح نتكلم عن التاج كويستشن، السؤال الذيلي. طيب قبل ما نجي على السؤال الذيلي نريد نعرف شغلة، لازم التحويلات بالأسماء، يعني الاسم المذكر نقول عليه هي، المؤنث نقول عليه الشي، الجمع بإضافة الأس أو الشواذ نقول عليهم they، الاسم المفرد الغير عاقل نقول عليه it. هاي أساسية، انتهينا من عندها ننتقل أول مرحلة نجي نشوف الجملة اللي راح نسوي لها سؤال ذيلي، هل هي جملة مثبتة أو منفية؟ نجي على الجملة المنفية، إذا كانت الجملة منفية يا ريت خليكم ورقة وقلم تسجلون، إذا كانت الجملة منفية كل شيء ما نسوي، ناخذ أول كلمتين نعكسهن بدون نفي، يعني مثلا إذا جتنا الجملة سلمى doesn't like tennis، قال لي هاي الجملة سوي لها سؤال ذيلي، كل شيء ما راح نسوي، ما دام الجملة منفية ناخذ أول كلمتين نعكسهن بدون نفي راح تصير does she. هاي. طيب مثال آخر، people can't fly. طيب هنا أنا ما دام الجملة منفية ناخذ أول كلمتين نعكسهن راح تصير can they. هاي they من جبناها قلنا هاي they ناخذها من people اللي هو الجمع يقلب إلى they. طيب هذا الحكي إذا كانت الجملة منفية، هذا الحكي إذا كانت الجملة منفية. طيب إذا كانت الجملة مثبتة هنا راح نجي إلى كلام آخر، إذا كانت الجملة مثبتة نريد نشوف هاي الجملة المثبتة بيها فعل مساعد لو ما بيها فعل مساعد. طيب شنو الأفعال المساعدة؟ بعض الطلاب تسأل الفعل المساعد اللي هي is, am, are, was, where, can, could, will, would. الhave والhas كون يجي وراها تصريفات للفعل، الhave والhas يجي وراها تصريفات للفعل، إذا الhave والhas ما يجي وراها تصريفات للفعل إذن هي ليست فعل مساعد. طيب نجي إذا لقينا فعل مساعد إيش راح نسوي؟ إذا لقينا فعل مساعد ناخذ الفعل المساعد نخليه قبل الفاعل ونضع له not، يعني مثلا he is heavy. يا به هاي الجملة سوينا اياها تاج كويستشن، سؤال ذي، هل هي جملة منفية؟ قبل شوية سولفنا عليها، لا جملة مثبتة بيها فعل مساعد لو ما بيها؟ نعم بيها فعل مساعد، وين الفعل المساعد اللي هو الإز، ناخذ الإز نخليه قبل الفاعل ونضع له not، راح تصير isn't he. طيب مثال آخر، they have watched TV. طيب هاي الجملة بيها فعل مساعد لو ما بيها فعل مساعد؟ نعم بيها فعل مساعد، شنو هو؟ الهاف. ايش مدرينا ان الهاف فعل مساعد؟ لان وراها تصريفات الفعل. اذا عندنا فعل مساعد نضع الفعل المساعد قبل الفاعل ونضع له not، راح تصير haven't they. طيب زين اجتنا الجملة مثبتة، اجت الجملة مثبتة وما بيها فعل مساعد، نعيد الموضوع من البداية بالتسلسل. أول شيء شوف الجملة هل هي منفية؟ نعكس أول كلمتين بدون نفي. طيب الجملة طلعت مثبتة، هاي مثبتة بيها فعل مساعد لو ما بيها فعل مساعد؟ طلعت الجملة بيها فعل مساعد، آخذ الفعل المساعد أخليه قبل الفاعل وأخليه له not. طيب طلعت الجملة ما بيها فعل مساعد، ها هنا راح شوية نكتب ملاحظة، الجملة المثبتة عند عدم وجود فعل مساعد شو راح نسوي؟ عند عدم وجود فعل مساعد نذهب للفعل، المصيبة انه يطلع الطالب ما يعرف وين الفعل بعد الفاعل، اوكي نروح للفعل شو راح نسوي به؟ واحد لقينا الفعل بأس الشخص الثالث نضع قبل الفاعل doesn't، لقينا الفعل ما لقينا بيأس الشخص الثالث وإنما لقينا الفعل ماضي نضع قبل الفاعل didn't،
ثلاثة لقينا الفعل مجرد، يعني لا بيأس الشخص الثالث ولا هو ماضي، لقينا فعل مجرد نضع قبل الفاعل don't. لا شلون نجي؟ he speaks a lot. نجي، هل هي جملة منفية؟ لا. بيها فعل مساعد؟ لا ما بيها فعل مساعد. نروح للفعل، ايش لقينا بالفعل؟ لقينا اس راح تصير doesn't he. مثال اخر، علي played well. سوينا tag question، سؤال ذيل. طيب هل هي جملة منفية؟ لا. بيها فعل مساعد؟ لا. ايش عندنا؟ عندنا فعل ماضي. ما دام عندنا فعل ماضي راح نخلي didn't he. هاي منين وجدنا الهي؟ قلنا علي يقلب الى هي. هذا هو التاج كويستشن. واهلا وسهلا طلابنا الاعزاء، شكرا جزيلا.